النهاردة تقدروا تقولوا حالة من الإرباك الشديد حصلت في المجتمع الإسرائيلي، حصلت للإعلام الإسرائيلي، حصلت للموساد وللشباك الإسرائيلي ولمجلس الحرب المصغر، حصلت لنتنياهو ولجالنت وزير الدفاع الإسرائيلي، وهو ظهور السنوار مع المجموعة من اللي تم تسليمهم وفي الناحية الشمالية من القطاع. يعني كل اللي عملتوه صفر، لم تصلوا حتى الآن للأسد، لم تصلوا لرأس الحرب، رأس الحرب لم تغادر الميدان، ما زالت موجودة الآن وبتدير كل العمليات. كل ده يا جماعة تقدروا تقولوا عليه رسائل عسكرية، رسائل ميدانية، رسائل نفسية، رسائل معنوية، تحفز اللي معاك، تخلي اللي أمام منك يفقد الثقة بنفسه. وده اللي بيعيشه المجتمع الإسرائيلي الكيوت، الكيوت اللي نتنياهو خارج يقول لك احنا عايزين كمان هدنه. ما تديني هدنه، اديني في الهدنه، انا بحب الهدنه دي. تخيل انت المنتصر بيطلب هدنه، حاجه لطيفه وجميله. قبل ما اوريك الرساله الجميله بتاعت اثرت قلبي، عارف انت عمرك انت شفت بالله عليك لما تبقى انت واخد ناس عندك زي اللي بتاخده يوم 7 اكتوبر وهم ماشيين يقولوا لك باي اي لاف يو اي لاف يو، اعمل تعمل ازاي؟ والله ما اعرف اعمل. المهم اي لاف يو مش عارف ايه، وباي باي باي مايا، ومايا تقول له باي باي. عمرك شفت ده بيحصل في التاريخ؟ اه شفنا اللي حصل امبارح. اللي حصل امبارح حصل فين؟ حصل في واحده بعتبرها تعد بعد مكه والمدينه علشان سيدنا النبي، تعد من واحده من اطهر بقاع الارض، حصل في غزه. تخيل انت المشاهد اللي حصلت دي كلها، شالت كل الروايات والاعلام الغربي المدجج اللي معمول فيه مليارات الدولارات ومصر، كل هؤلاء، كل هذه الامور ذهبت أدراج الرياح تماما. لكن عايز أقول لحضراتكم على رسالة أهم بتاعة وزير المالية الإسرائيلي. وزير المالية الإسرائيلي خارج يتكلم عن حجم التبعات الاقتصادية اللي حصلت مش بسبب 7 أكتوبر، هو لم يحسب 7 أكتوبر ضمن الليلة، وبيتكلم على حجم التبعات الاقتصادية اللي حصلت من يوم التوغل، من يوم الدخول البري، يعني من يوم 27 اكتوبر، يعني في 20 يوم هم كانوا خسرانين فيهم تقريبا بتاع 7 او 8 مليار دولار. لا بيتكلم من يوم 27 اكتوبر، قال لك من يوم 27 اكتوبر ال 7 او 8 مليار دولار دول عسكريا، انا لسه ما بكلمكش اقتصاديا. وزير الماليه بيتكلم من يوم 27 اكتوبر لحد النهارده، قول 27 نوفمبر، شهر فقط لا غير. الخساره العسكريه في الاعتداء العسكري، الخسارة في كل طائرة طالعة 250 ألف دولار، بيخسروا يوميا ربع مليار دولار. حط جنبها الاعتداء العسكري، حط جنبها الجنود وكريات شاول اللي بقت عاملة بازار أو مزار، يحسب بازار راح تشتري أكل أو هريسة، مزار لو رايح تودي الحاجات اللي الهريسة اللي بتخرج من القطاع. فتخيل انت كريات شاول ديت بكل اللي بتستخدمه ده، وزير الماليه بيحسب فقط لا غير الخساره الاقتصاديه العسكريه للاعتداء العسكري، وزائد الطيران تخطت ال 50 مليار دولار. الخساره العسكريه في حجم الاعتداء العسكري، وده طبيعي لما تيجي تحسب المدرعه الواحده ب 3 مليار دولار اقل، ب 3 مليون دولار اسف، اقل مدرعه في 370 ولا 400 مدرعه، لما تيجي تحسب جنب منهم الطائرات، لما تيجي تحسب جنب منهم حجم الذخيره، لما تحسب جنب منهم العتاد، لما تحسب جنب منهم كل يوم مصروف فقط لغير ربع مليار دولار، لما تحسب كل ده، لما تحسب جنب منها اللي هم المؤونه والحاجات اللي بتحصل اللي الامدادات اللي بتيجي ليهم، خساره كبيره جدا جدا. ضيف عليها ان وزير التربيه والتعليم بتاعهم، وزير ما عندهمش تربيه، وزير التعليم بتاعهم بيتكلم عن إيقاف الحركة التعليمية، وإن الأمور بدأت تشتغل بعد الهدنة. يعني لو الهدنة ما بقاش فيه هدنة هنرجع تاني هيا بنا إلى الإيه؟ إلى تحت الأرض. إلى تحت الأرض، مش تحت الأرض لإخواتنا اللي في القطاع، لا تحت الأرض، ما عندهم هناك حاجة تانية تحت الأرض كده، بتبقى عارف أنت توم وجيري، هم بقى اللي توم توم توم، واللي جيري 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 بيجري يجري يجري كده ويدخل تحت الأرض. إذن الخسارة عندهم غير مسبوقة. معلش بقى ان انا خدتك الحته الاقتصاديه شويه، بس الحته الاقتصاديه دي مهمه، لان ده سبب من ضمن الاسباب اللي مخلي نتنياهو بيحاول ان يتراجع في الهدنه، بيحاول ان يستمر في الهدنه اسف، لكنه قلقان ان بعد الهدنه ما تطول والموضوع يبقى هدنه في هدنه ويتم ايقاف اللي بيحصل، يروح للمحاكمه اللي هو كده كده هيروح ليها. نروح بقى ليه عمك السنوار اللي ظهر النهارده واللي اربك حسابات نتنياهو، اللي كان جايب ايلون ماسك وحب يعمل لقطه، فالسنوار قال له لقطه خد، راح هو مديله اللقطه الاول السنوار.
سنوار خرج النهارده بحسب الاخبار اللي نشرت في الجزيره وبحسب الاخبار اللي نشرت في وكاله رويترز واللي نشرت في الواشنطن بوست واللي نشرتها القناه 12 الاسرائيليه واللي بتتكلم عن ان ظهور السنوار اليوم ومن داخل القطاع هي رساله واضحه ان ما فعلناه فيهم اللي عمله الجيش الاسرائيلي فيهم طوال الايام اللي فاتت كان شيئا لم يحدث لدى عتادهم ونفسياتهم والجاهزيه بتاعتهم، ما يؤكد ان فكر الطموح نتنياهو واحلام نتنياهو الورديه ده انا هعمل واعمل واعمل، كل هذا ما هو الا نتنياهو بيحاول يطول امد اللي بيحصل علشان ما يتحاكمش. وعلى فكره ده احنا قلناه من يوم 7 ويوم 8 ويوم 9 اكتوبر، بعد يومين ثلاثه قلنا لحضراتكم نتنياهو اللي حصل في يوم 7 اكتوبر هيحاول يطول اي شيء علشان خاطر لا يحاكم. الكلام ده كان على القناه 12 العبريه. صحيفه هارتس بتتكلم بتقول لك ان ظهوره النهارده وان يتكلم بالعبري مع الناس اللي كانوا متاخدين يوم 7 اكتوبر رساله مهمه جدا جدا للداخل الاسرائيلي، مش للجيش ولا نتنياهو، ده بحسب صحيفه هارتس، رساله للداخل الاسرائيلي. معناها ايه؟ ان احنا مسيطرين على الوضع، معناها ان احنا حافظنا على اولادكم، ما جيناش ليهم، ما عملناش اللي بيعمله نتنياهو وجالنت وزير الدفاع في غزه. معناها حاجه تانيه برضو مهمه جدا، هي ان اللي هيجي من اولادكم في التوغل البري احنا لسه بقوتنا وبعتادنا زي ما احنا مش هيرجع، وزي ما احنا متفقين مع بعض يا جماعه اللي بيرجع من عندهم بيبقى ايه؟ اللي نسي يعني ايده واللي نسي رجله واللي بيخرج هريسه على حسب السكشن اللي هم خارجين فيه. نيجي للرساله المهمه، رساله اي لاف يو، لقد اسرت قلبي، اسرت قلبي، تمام؟ الرساله المهمه اللي امام حضراتكم دي واللي خرجت النهارده. انتوا متخيلين يا جماعه بالله عليكم ساكون للابد اسيره شكر. انا هفضل اشكركم للابد الى الجنرالات الذين رافقوني في الاسابيع الاخيره، يبدو اننا سنفترق غدا، لكنني اشكركم من اعماق قلبي على انسانيتكم غير الطبيعيه التي اظهرتموها تجاه ابنتي ايميليا ولا مش عارف اسمها ايه، المهم كنتم لها مثل الابوين، دعوتموها لغرفتكم في كل فرصه ارادتها، هي تعترف بالشعور بانكم كلكم اصدقائها، ولستم مجرد اصدقاء وانما احباب حقيقيون. ده يا جماعه مين اللي بيقول الكلام ده؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ دي واحده باللي اتاخدوا يوم 7 اكتوبر. انت معايا؟ ده ديننا يا جماعه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ انما بعثت لاكون متمم الاخلاق، هذا دين الاخلاق، دين الاخلاق، هذا ديننا وهذا اللي امر به. شكرا لكونكم صابرون تجاه بنتها، يعني وغمرتموها بالحلويات والفواكه وكل شيء موجود لو لم يكن متاحا يعني. ابنتي اعتبرت نفسها ملكه في غزه. انا لم اقابل شخص طوال هذه الفتره من العناصر او القيادات الا وتصرف معنا بكل حب وحنان. سأكون للأبد أسيرة الشكر. الله أكبر، الله أكبر. أذكر لكم كل تصرفاتكم الطيبة بالرغم من الوضع الذي تعيشونه في غزة وسبب الخسائر الصعبة التي أصابتكم في غزة، تقصد ما فعله إيه الجيش الإسرائيلي. دي كانت رسالة يا جماعة لواحدة من اللي اتاخدوا يوم 7 أكتوبر. أنت متخيل؟ شوف بقى شهادات الناس اللي خرجت من عند نتنياهو كانت بتقول إيه. الرسالة مضمونها شكرا أصبحت أسيرة القلب. يعني شكرا أنا بحبكم، بحبكم كلكم، بحبكم كلكم. هذه الرسائل يا جماعة صداها عالميا لا يمكن لكم أن تتخيلوا. هذه الرسالة اللي ما أخدتش بسنت دولار ثمن الحبر اللي كتبت بيه بيدفع فيها مئات الملايين من الدولارات علشان خاطر مثل هذه الرسالة لا تظهر للعالم حقيقة إسرائيل وحقيقة الرجالة اللي أمام إسرائيل. سلام عليكم.